الحمد لله. بما انه خلصنا اكل وفطرنا خلينا نعايد على بعضنا مو هيك؟ خالتي انت اكبر مني، يلا بلشي انت. ماشي ست الماس. سيد رشاد كل عام وانت بخير. وانت بخير كمان. عيد سعيد. تسلم يا رشاد. عيد سعيد. ينعاد عليك. تسلم على مهلي. الله يرضى عليك. تسلمي فريد. يلا لازم نروح، عنا شغل. شغل شو يا أخي؟ عنا شغل مهم. شو نسيت يا ربي دخينا؟ منرجع. يلا عيدكم سعيد. الله معكم يا رب. يلا الله سلام. باي خاطركم. استني. شكرا شكرا يا أختي، شكرا إلي. بس يا بنت خلاص. شكرا. الله معك. ست ألماس فيني أسألك سؤال صغير؟ لا. شو هذا يا؟ وأنتي بتضلي عم تضحك. استغفر الله يا ربي على هالبنت. عيدك سعيد يا أخي. سلم إيديكي. لا تاخده كتير، شبك فضحتنا يا أخي. سلمون. سلمون. شكراً إليك. يسلموا ما بدي. والله أنتوا شكلكم غريب يا شباب، ليش ما رحتوا لتزوروا أمهاتكم تعيدوهم بالعيد وتبوسوا إيديهم؟ أنا أمي رح تيجي لهون عمي دوزقون. آه عن جد عم تحكي؟ منيح منتعرف عليها. ايه عن جد بإذن الله إن شاء الله رح توصل اليوم بالسلامة. رح نجتمع بالمانواليس اليوم المساء ورح نروح لعند الأخ رشاد لنزوره إن شاء الله. وإنت؟ أنا أمي بضيعتنا، رح تيجي لهون إن شاء الله، وإذا ما أجت رح روح جيبها بالوقت المناسب لحتى تخطب لي بنت الحلال. إن شاء الله الله بيسر عمي. وأنا من زمان ما هيت أمي مثل ما بتعرفوا. إيه بعرف، الله يرحمها. تعيش ويرحم أمواتك. وإنت يا إسماعيل؟ أنا؟ أمي كانت رح تيجي كمان، بس ليش ما أجت يا ترى؟ عم دوزقون؟ ليش لخلي أمي تيجي برأيك؟ إيه إذا بدك تجيبها وإذا بدك بتاخدها. بما أنكم أخدتوا السكاكر وتعطرتوا كمان، فيكن تقوموا وتروحوا هلأ. كل ما كانت زيارة قصيرة كل ما كانت مقبولة بالضيعة. في كتير بواب لازم تزوروها. يلا روحوا لتلحقوا. استنوا. شو ما في حلو؟ اليوم عيد، قلت بتكونوا عاملين حلو أكيد. لا ما عملنا حلو أي السنة. يلا تاكلوا الحلو ببيت تاني. يلا فيكن تروحوا. يلا يلا يلا. يلا يلا يلا. سلام عليكم. يلا سلام. سلام. يلا سلام عمي. أهلين. أخذنا هدول، سامحونا. سامح. إيرون. إيه عمي. طلعوا فيني. إذا ما خجلوا بياخدوا الغراض كمان. لازم نعلي ورقة على الباب ممنوع دخول الإسماعيلية. تعالي لزينك ونلبس التياب. أنا كتير متحمسة يا أختي. وأنا كمان كنت تحمست أكتر لو كنت مكانك هلأ. رح خلي الكل ينصدموا وقت يشوفوكي كيف طالعة قمر وبتجنن. بروح بلبس تيابي هلأ؟ لا 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 تلبسي، لازم نظبط المكياج بالأول لحتى ما تتلوت التياب. أنت عادي هلأ لشوف. أيوة وهلأ منبلش بالمكياج على مهلنا. يلا لنبلش شغل. أخي عملت لك كاسة عصير. منيح.
والله قلبي احترق من الشوب. أخي أنا عم فكر بشغلة. قلك ياها، مو اجت الخالة الماس والبقية من اسطنبول لهون؟ وأكيد هنن بدهم يتفتلوا يوم العيد. صح، كملي لأشوف. أنا عم أقول لحالي شو رأيك نروح نتفتل كلنا؟ وأنا عم فكر بشو بدك تحكي يا بنت. ما في هيك شي، ما في هيك، ما في. طيب ليش يا أخي؟ شو ناقصنا نحن لحتى ما نتفتل مثلهم يعني؟ لك أخ يا ربي، الله دخيلك تصبرني عليها. خلص ماشي. طيب راح أغسل إيدي وإرجع، بدك شي مني؟ إيه، صبي المي على راسك منيح، يمكن نشف مخك، غسلي وشك منيح حتى صحصي. استغفر الله. لك أنا شو عملت؟ شو عملت لحتى تجهزيني بهدول؟ يا ربي يا ربي دخيلك. بابا بدنا نقول لك شغلة مهمة. نحن هلأ خايفين على بيرغون. مو قلت إنه بيرغون رح تجي لعنا على العيد؟ هي ليكو إجا العيد وبيرغون ما بينت. إيه والله اشتقنا لبيرغون يا أبي. خليها تجي يا أبي، ما بيكفي كل هالعقاب. بيرغون ما رح تجي أبدا، رح تضل عند أمها. عم ننتظر خبر، بس يجي وقته أنا بخبركم. وقتها منروح كلنا لعندها، وقتها بتشوفوا أختكم. ماشي بابا؟ شو هو هذا الخبر؟ أنا بخبركم وقتها، ماله لزوم هلأ. بابا صاير كتير قاسي عن جد، الواحد بخاف إنه يسأله شي سؤال. يا ربي شو صاير له أبي هاي الفترة؟ أختي تعالي نسأل بابا ليش هيك صار. بدك تسأليه وهو هيك؟ برأيي إنه ما لازم نقرب عليه بنوب اليوم. لا لا أنا رايحة لعنده هلأ، رح روح وأعرف شو صاير. بابا اطلعي لبرا، اطلعي. شو صاير بابا؟ قل لي. ولا شي، يلا اطلعي. شو صار؟ بابا عم يبكي. شو؟ عن جد عم تحكي؟ والله أنا كمان مصدومة، الزلمة فارت من البكي. يا الله، يعني شو صار له هيك فجأة؟ ما بعرف، خلاني اطلع من الغرفة. تعالوا لحتى نفوت كلنا لعنده ونسأله، ما رح يحكي شيء إذا فتنا كلياتنا. يلا. يا بنتي الله يخليك سامحيني. بابا قال لي انت منيح. ايه منيح يا بنتي، ما في شيء. شو صار معك بابا؟ احكي لنا. عادي بيصير هالشيء احيانا مع الكل. خلاص انتوا لا تخافوا، ماشي. تعالي تعالي يا بنتي. يا ربي لك يا الله. لك الزلمة كان هون. اي وين راح هاد؟ عمي السيد فاضل هون، هو والشيخ. ايه خليهم يتفضلوا، هلا بجي انا. يلا انتوا اهتموا بالضيوف يا بنتي، وانا راجع ما راح طول. يلا يلا مثل ما عم قلكن، يلا تحركوا. حاضر بابا.
وسهلا فيكم. أهلين فيكم. أهلين يا بنتي. أهلا وسهلا. ما بصير، ليش واقفين هيك؟ تفضلوا ارتاحوا، تفضلوا، أهلا وسهلا. شكرا يا بنتي. أبي شوي وبيجي لعندكم. أي ولا يهمك، خليه ياخذ وقته. كل عام وانتم بألف خير. أهلين وانت بخير. تعال لهون لشوف، تعال. يلا بوس إيد أخوك. تفضل يا الماس خانم. كل عام وانت بخير، ينعاد عليكي. شكرا كثير وانت بخير. كل عام وانت بخير، ينعاد عليكي. وانت بخير. أمي رح تجي اليوم المساء ويمكن اجي معها، لهيك لازم اروح زبط حالي، لأن بتعرفوا أنا عريس ولازم كون مجهز حالي للسهرة وهيك. لا مو غلط بنوب، أنا فهمان عليك كتير منيح. وأنا كمان، بس يا براك ما رح تفهم عليك أبدا. يا براك، طيب وين هلأ؟ مشان قلك العام وهي بخير. عم تلبس جوا، أنت رح تطلع هلأ وتشغل الطبول، وقتها بتشوفها. كيف يعني ست ألماس؟ شو مثل أهل بغداد؟ شو ما رح شوف مرتي قبل العرس يعني؟ شو؟ ولك؟ شلون بتحكي هيك مع ست ألماس؟ وكيف بدي احكي معه؟ كل الفكره انه عم الا بدي اشوف خطيبتي بس هيك. اللي قدامك الست الماس ولازم تحترمها، انتبه لكلامك. ايه ماشي. ايه شو ما بدكم تشربونا قهوه العيد يعني؟ هلا بيلين بتساوي لك قهوه. وليش انا بدي ساويها يعني؟ يا بنت شو بدك انا ساوي القهوه يعني؟ يلا قومي تحركي، يلا قومي، يلا تحركي، يلا اسمعي الكلام يا بنت. تفضل اخي عود. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. يا ربي اللي مشان الله، شو عم نستفاد من العم دوزقون؟ حتى بالعيد ما شفنا منه شيء أبدا، ورجعنا بدون ما نتصالح. لك أنا مالي فهمان شيء، شو بده هذا الزلمة منا؟ لك والله مالي عارفان نحن شو عملنا معه يا شباب. تتوقعوا أنتو بيكون عارف شيء بخناقتنا مع بيرجون؟ بجوز والله عرفوا عم يعملنا هيك. شوف يا أخي، أخذ بيرجون على الضيعة وهلأ هي ما رح تكون بالعيد. أخي شو رأيك خبرك شي هلأ وبصراحة؟ يعني عم يقلي إحساسي هلأ وأنه أنا برأيي العم دوزقون عم يخطط لشي بالسر وما بده حدا يعرف. الله أعلم. هيك برأيك؟ مهاجر أنت تأكد هلأ إذا بيرجون هون. لا تخاف، صار لي أسبوع عم دي إلا ما عم ترد، رح أتصل مرة تانية. ها تليفونها مسكر كمان، شفته؟ شو؟ مغلق مغلق. أنا والله ما عم استوعب، بس ممكن تكون ما عم تحكي إخواتها مثلا؟ لك أنت شو عم تحكي؟ أكيد عم تحاكيهم، بس في طريقة، بس بدها تحاكيهم بتفتح موبايلها وبس تخلص بترجع بتسكره. إيه لكن شو أنت مفكر يا أخي؟ جاية تقدر عليهم هدول البنات؟ ليش ما عم بترد على تليفونها؟ أنا عم أبعث لها رسائل من وقت ما راحت، ليش لحتى ما بترد على الرسائل؟ ليش برأيكم؟ ومكتوب عندي أنا تم الإرسال واستلمت كمان، فيكن تفهموني؟ هاد معناه انه هي ما فتحت تليفونها لسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين فيك. اهلين فيك. يا اهلين، عيد مبارك عليكم. الله يسلمك يا اخي. الله يسلمك. عليك. كيف صحتك يا اخي؟ استغفر الله. استريحوا استريحوا. اهلا وسهلا. بابا وقع منك موبايلك. يسلموا. يلا روحوا جهزوا الضيافة يا بنتي وبسرعة، لا تتأخروا، يلا روحوا. حاضر بابا. يلا تعالوا يا بنات. شفتوا؟ هذا اللي مع أبي مو تليفونه لبيرجون؟ ها؟ إيه هاد هو؟ معناها أخذ موبايله أكيد. يا الله دخيلك، لهيك ما عم نقدر نوصلها نحنا، وهي كمان ما عم تقدر تتصل فينا. يا الله دخيلك، ليش هيك بابا عم يقسى عليها كتير؟ ماشي هلأ خلونا نحضر شي نضيف الجماعة قبل ما أبي يعصب علينا. طيب يلا. يلا لك بكفي يا أخي، صار يلمع الباص. ما بكفي، دنيا عيد ولازم نلمعه للباص. لك أنا ما نظفت حالي لهي الدرجة بالعيد. وأنا شو دخلني يا ابني؟ بعدين شو بدك نعمل يعني؟ بدك نخلي الباص وسخ بالعيد؟ يلا يا أخي خلص من إيدك لنروح لعند دوزقون، الزلمة عم ينطر. أنا خايف هاد رشاد يلعب بديله معنا، لأنه هالزلمة ما رح يكتب المصاري إله، مو هيك؟ والله حاسه رح يعمل هيك شيء، هيك حاسس. لك عادي يعمل يلي بده إياه، ما خايف منه. كيف يعني عادي؟ يا أخي شو بدك تعطي دوزقون بوسي على محصوله؟ لك أنت شو عم تحكي يا زلمة بربك؟
ايه انت ما بتبوس مرتك ليش؟ عمل نفس الشيء مع دوزقون خلاصه. لا احسن ما اضربك. ها استغفر الله، شو بده ينزع لي مزاجي هذا اليوم؟ شبك هذا الزلمه مو مفكر انه عطاك البنت؟ ايه مزبوط. ايه تمام، وانت رح تقدم تكليف بدك تزبطها مع المختارة لتبيع محصولك ونعطيك المصاري نحنا. انت صهره للزلمة ما رح يكسرك، انا متأكد من كلامي. ايه والله معك حق. انا هاي فكرتي والله، ابي رح يتراجع عن البيع ونتفق مع دوزقون، رح ناخد البضاعة ونروح نبيعها فورا وبعدين رح نطالع مصاري وهيك منخلص من بيعة المزارع، عرفت كيف؟ شو رأيك؟ العمى فكرة حلوة هاي، بس انت قلي كيف بدك تقنعه؟ رح ينجبر يقبل وساق فيني وهيك بتكون بمال عيلة إلكون وببيتهم كمان، ونحن هيك رح نطالع مصاري وما رح نبيع المزارع تبعنا. يا ابني الزلمة رح يعرف، إذا مو هلأ رح يعرف على طاولة الزواج، كيف بدك تحلها وقتها؟ خبرني كيف لشوف يا سيد فريد. أماني حاجتنا يا زلمة، خليه يجي هذا اليوم بالأول بعدين منحكي. خلص لا تخاف، عندي الموضوع لا تخاف. يا زلمة أنت كل شي عندك سهل وقلو حال، والله ما أنك عارف راسك من رجليك. حط مي لشوف أحسن ما تضل واقف هيك مثل المسطيشي قدامي. لك راح تعبيني. لا إله إلا الله. سيد رشاد كنت حابب بقول شي. قول شو بدك تحكي. قول. كنت عم قول إذا بتعيرني سيارتك مشان أطلع جيب أمي، لأني حاببها تكون حدي هذا اليوم. يعني ما بقدر، عندي مشوار. وأنا كيف بدي أطلع جيب أمي يعني؟ أيوة أنا شو دخلني فيك؟ أيوة والله يا أخي شو دخلك. أنا بدي السيارة لأنه عندي مشوار ضروري اليوم، استأجر سيارة وطلع الضيعة. بس هيك رح حط مصاري كتير. أنت شايف 150 كتار؟ شلون بدك تتجوز إذا ما معك مصاري؟ إلي لشوف. معه حق. إلك. لا أنا ما بدي لأن فيها كحول هي. إيه خلص تركي على راحته يا بنتي. أهلا وسهلا. اسمعني شو رح لك، والله هالأكل طيب كتير، عجبني كتير يعني. صحة. الله يسلم إيديكم كلياتكم، والله شي كتير طيب، البقلاوة كتير طيبة يعني. إن شاء الله صحة وهنا. أستغفر الله سيد فاضل، ما بده مين يخبرك السكر يلي موجود بهذا الحلو أسوأ بعد من الكحول يلي بالكولونيا. يا أخي فاضل لازم تفهم، بدل ما تقول عن هذا حرام ومدري شو، انتبه على صحتك منيح لأن هي كمان أمانة عندك، لهيك أنت لازم تخفف. حكيك صح يا شيخ، بس خلص تركه على راحته. هو كلامه صح يعني، بيقولوا أنه لازم زيارة العيد تكون قصيرة، لازم نمشي. استنى يا زلمي لوين رايح؟ بعدكم ما أكلتوا شيء، خليكم قاعدين. ايه معك حق. ايه أستغفر الله. يسلم إيديكم يا بنتي، الله يرضى عنكم. خذي هذه يا بنتي، أنا شبعت، سلمون. تمام صحتين وهنا. لا لا تركي تركي أنا باكل. صحتين. شكرا. يلا أحكوا شو بدكم تحكوا يا شباب، عم بسمعكم. تفضلوا أحكوا، ما تروحوا هيك بلا ما تحكوا. إيه بس المختارة ونورية مو هون، شلون بدنا نحكي؟ اللي لوين راحوا؟ إيه المختارة أجيتها دعوة من جماعة منشان عزيمة العيد وهيك، يلي صار إنه حبت كمان نورية إنه تروح معها على العزيمة، فراحوا سوا يا أخي. قال عنده شوية مشاوير يعني بين أنقرة وبين بيش تي بي، ومن هنيك بدها تروح لعند انتبري يعني، هيك قالت. دخيلك يا ربي، هدول مزبطين مخطط غير شكل، لك عم يتفتلوا وما حدا قدهم. تخيل بس انه يصير معه شي بأنقرة لا سمح الله يا شباب. استغفر الله على هالحكي، انت ضروري تفتح تمك يا أخي مرة تانية. شو يعني قلنا لا سمح الله؟ بس هن النسوان ورايحين يعني، رايحين لحالهم فبينخاف يصير معهم شي قصة يعني لا سمح الله. ما بنعرف شو ممكن يصير معهم. يلا قوم خلينا نمشي، بكفي نحنا زعجنا العالم كتير اليوم يا أخي. يلا قوم لا تواخذنا، خلينا وسهلا. نمشي يلا. يعني رح نمشي. كل عام وانتو بخير مرة تانية. شرفتوا. كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا، ولا تخاف العيد بعده بأوله، بتلحق تاكل كمان. كل عام وانت بخير. يلا امشي انت يلا. يا لطيف شو هالفاضل هاد. صهري الغالي يلا سرعة جهز حالك لنروح يلا. لك انت شو عم تحكي ولا؟ عم قلك عنا شغل يا ابني، وين بدك تروح؟ صار لي من الصبح متحملك، ليك بعدين باصك صار يلمع اكتر مني ونحنا تأخرنا كتير، لازم نمشي يلا امشي خلصنا. خلص اهدى لا تعصب، يلي بدك يا بصير خلينا نروح يلا. بس يا اخي كمان الباص لازم يكون نظيف كتير يعني، والدنيا عيد. انت نازل من الصبح نق علي، مو معقول. انت شو بدك تحكي يا اخي؟ زعجتني انا، شو عملت لك؟
فوق ما عم نظف الباص والله مالو سهل. صرعتني صرع. شو بدي احكي بس؟ ما رح تجي يا براك يعني؟ رح امشي انا. استنى للمسا لانه يا براك مطوله لتخلص. ماشي. كل عام وانتم بخير جميعا مره ثانيه. وانت بخير. يلا فرقنا فرقنا. يلا بشوفكم. ست الماس، انت مانك منتبه انه صار لك اسبوع 20 دقيقه و20 ثانيه ما طلعتي بوشي ولا حتى ثانيه؟ ليكن صاروا 30 ثانيه. ليكي طلعي، راح يصيروا 40 ثانيه. ليكي طلعي، ليكي شوفي بعينك. يلا عن لك، ليش الساعه بطلت تشتغل؟ على كل مو مهم. طول ما انت مقرر تزوج لازا اسماعيل يا براك، انا رح ضل هيك وما رح ارضى ابدا، وبدي اقلب وشي وانت على راحتك بقى. يا بنت انت على شو عم تطلع؟ يا فاتح لك سينما ومتركينا لحالنا. ايه حلو هذا الفيلم يا اخي، لك حتى ثلاثي الابعاد. انت شو عم تحكي؟ يلا قومي قومي من هون بسرعه. يلا ايه يا خلص قايمه. بدك اعاده ضبط مصنع. وهلأ ست ألماس لا تعملي فيني هيك. اسمعي ليكي، هون بالضيعة إذا ما تزوجته لإله ما حدا رح يرضى يتزوج أبدا. هذا الحكي ما رح يفيدك أبدا. أنا يلي بعرفه إنه يا براك ما بتضيع، وإذا هي ما بتضيع ما بيصير إنك أنت تجبرها إنها تتزوج وأنا بصفة لهي البنت وماني رضيانة. ولك صدقيني هذا الشاب كتير منيح. لحظة شوي. إيه انت كأنك ما بتوثقي فيني. ايه بصراحة انت ما بينوثق فيك، بدك تسامحني بس هي الحقيقة. ايوه هيك لكان. انا الاغا رشاد ما بتوثقي فيني، انا زلمي معروف بالضيعة هون وإلي كلمتي. ولا نقول فعلا انك ما بتوثقي فيني، انا رح اثبت لك هلا انه انا شخص ثقة، وهون كمان وعلى هي الطاولة. شوفي طلعي هون وبس. لك بس طلعي هون، اعطيني دقيقة وراجع ماشي؟ ما رح اطول لاخذ هي الساعة بايدي. يلا يا رب راجع لك. بابا حابين نسألك سؤال. احكوا لشوف. شوفي شو بدكم تسألوا، عم اسمعكم. يلا لشوف. وقت انت وقعت موبايلك على الأرض بابا حسيت انه هذا هو نفس تليفون اختي. ايه هذا هو تليفونه. وليش تليفونه معك؟ هي وقعته لما انا اخذتها لعند عمتها، وقتها اخذته. ها 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 اهلا وسهلا فيكم، وهي اجوا ضيوفنا، خليني انزل استقبلهم. ايش شو هالحماس؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا البيت. اهلا وسهلا. عم انت بخير عمي؟ انت بخير. فوت بلا بوس الايادي عمي. على مهلك. يلا يلا تفضل يا ابني. على مهلك علينا مو هيك؟ البيت بيتك، تفضل تفضلوا. تفضلي يا ست ألماس. شو هي؟ انت شو شايفة؟ هي اتفاقية وموقع عليها كمان. ما للزوم، هي كلها سيد رشاد. ما بيكفي؟ تفضلي. انت بتضحك سيد رشاد هون؟ هلا انا بضحك لكان؟ ماشي تفضلي. وهي خمس تواقيع. خمسة؟ ايه خمسة. انت بتعرف انه انا عندي حب خاص للرقم خمسة؟ على ما يبدو انت ما عم تفهمي علي لهلا يا الماس. شو اسمي؟ كبتقال. كنتي شو؟ بيش. اسمك انت الماس، كنتك اكسيل. بتعرفي شو غايتي انا بهالحياة؟ انه اخدك وتصيري الماس اكسيل بيش.
فهمتي هلا؟ ايه شوف الدنيا كيف. خلص انا موافقه رح اخده، ما تحملت رقم 5، بس انا عندي شرط بالاول. شو هو؟ بدك تحل قصة يا براك. ماشي خلص وعد رح حلها. ايمتى؟ هلا بس شوفه للاز اسماعيل بحاكي فورا. تمام. شو هالريحة مثل ريحة البيسلان؟ ريحان مو بيسلان. شو؟ ايه عم اقول لك هي الريحة مو ريحة بيسلان، هي ريحة ريحان، فهمت كيف؟ ايه سلمون. صبي 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 يسلم ايديكي. الكم بنتي عملي لنا قهوة لو سمحتي من بعد الحلو مشان نكفي شغلنا على رواق، منه منكمل شغلنا ومنه منحكي بموضوع. شو هلا شو هالشوب هاد يا جماعة؟ والله مو طبيعي الجو، صاير كتير نار، ما نكون حاسين؟ ايه هلا بيكون الجو كتير شوب عنا. والله رح احترق، بدي حط لسه منه كمان، مستحي منكم والله لا تواخذوني يا جماعة، بس انا احترقت على الاخر. لا يا اخي خذ راحتك، عراسك عراسك. ايوه هيك تمام. يا سلام والله انت عاشت، يا سلام خليني كمان حط منه لسه. ما شاء الله شبك يا ابني. يا سلام. لك شو قصتك يا ابني؟ في شي حنفية قريبة هون. هيك في حنفية روح. عم احترق عم احترق عم احترق عم احترق عم احترق. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. احترق الزلمة اكيد رح يحترق اكيد طبعا. هاي الكالونيا بيحطوها على الموتور مشان يشتغل، وشكله هو اشتغل مثل الموتور تماما. يا اخي شو عم تساوي؟ والله احترقت منيح بس هلا انا احسن. يا حرام هذا احترق. ايه بيستاهل لانه حرق لي قلبي، مو كتير اذا صار في هيك شيء. كتير مبسوط، الجو هون بده حمام بمي باردة والله. آخ يا دخيل. شو عم تعملي يا براك؟ شو عم أعمل يعني؟ عم استنى. ايه منيح؟ ايه منيح بس ما عاد قادرة اتحمل القعدة، والله مليت كتير يعني، لاني إلي زمان قاعدة هون، والله مليت كتير يعني. تمام استني شوي، ما ضل كتير ورح ترتاحي. انا حكيت مع اخوكي واقنعته انه يلغي العرس كله على بعضه ورضي، وانتهى الموضوع من اصله. عن جد؟ ايه والله. الله يخلي لي اياك هالخبريه. لك يا بنت لا تبوسيني هلا، بيخرب مكياجك يا حبيبتي. اهدي شوي، رح نلعب لعبه تانيه على اخوكي. تمام بس نروح اطلعي انت من البلكونه، ونحن بس نوصل عليها للساحه انت طلعي من البيت، ولما بتسمعي صوت الطبول تنزلي على الساحه وانت عم تتمايلي وتتمشي على مهلك، وبتجي بتعدي حدي. تمام ماشي يا اختي. يلا بشوفك لكان. سيد رشاد، انت بتعرف شو اللي عم بيصير؟ صاير شيء كتير مهم وكبير، يعني اذا قلتي لي انه ضيعه عم تحترق وقتها ما رح اهتم اذا كانت عم تحترق. انا شخص قلبه ميت، ولا تخافي عن جد انا ما بيهمني اذا احترقت ولا تفجرت كلياتها. يلا خلينا نروح على الساحه، رح يبلش دق الطبول. اكيد رح نروح، وبيلين بجيب يا براك كمان. يا براك طلعت من الحديقه اللي ورا ورح تروح على الساحه لحالها. هاي البنت ما بتفكر، على طول كنت تقول عنا غبية، شو هالتصرف هاد بربك معقول؟ انت مو من شوي كنت عم بتقول انه انت ما بيهمك شي ومدري شو؟ هلا انا هيك قلت؟ ايه هيك قلت. يلا تفضلي خلينا نمشي لك. ايه منمشي بس على مهلنا اذا بتريد، من شان الكعب العالي ما يوجع. ايه اخي مع حق، لان انا كمان حابة انه اشوف كوب تقال على مهلي، لهيك منمشي شوي شوي معلش. ايه شنقلي. ايه حطي ايدك بايد اخوك. ايه برافو عليكي. لك يا ربي دخيلك شو عامل أنا؟ لا تضحكي حتى مهر سنانك. ها؟ ما قدرت ما أضحك يا أخي، حاسة حالي عم شوف شي فيلم كوميدي وإنت البطل تبعه، والله ما عم امزح، والله شي بيضحك كتير عن جد شي بيضحك. لك أنت عرفاني شو عم تحكي؟ بعد إيدك شو هالبنت هاي؟
طلعي على حالتي، قاعدة عم اشتغل واليوم عيد. اي والله يا اختي لازم ترتاحي شوي. طلعي يا اختي اذا بتحطي عقلك براسك شوي بتكوني انتي بدل يا براك بالعرس اليوم ومنفرح فيكي. شو رايك انك تسكتي احسن ما اكوي لك لسانك هلا وخليك تبطلي تحكي ابدا. ليكي ما بنصحك ابدا لاني حاطه تقويم اسنان وهلا بشرح لك مكوايتك الغاليه. اسكتي. خلاص يا بنات لا تعيطوا هيك. شو انا طالع بلا ثياب؟ بعدين هي اخر موضه. جرابات طوال على نفس لون القميص حلوين كتير مو هيك؟ لا بيلي اعطوني البنطلون لك. ايه لا تخافوا اعطوني اياها بقى خلصوني هاتي. اضحكوا اضحكوا لكم. قالوا لي حبيبك وين؟ قلت يا ربي والله ضحكتوني. خير ان شاء الله. لك شو هالمجنون هذا؟ عم تضحكي كمان؟ والله الزلمه كتير بضحك يا اختي. يلا تعالوا نكمل شغلنا. يلا خلصوني بقى خلصنا. انت استغفر الله يا ربي. لكن انا بدي روح مشان جهز الطبول وانتوا تعالوا على الساحه. اخي استنى استنى، هلا نحن ما فينا ننزل على الساحه لانه ما خرج ابدا. اي والله يا اخي عذرنا، ما لنا مراء ابدا لحتى ننزل. والله وانا هيك. استنوا انتوا اكيد عم تمزحوا، انا بكون اخوكم، انا لاز اسماعيل، بتتركوني باهم يوم بحياتي؟ لك انتوا اكيد جنيتوا انت وياه. يا اخي شو عم تحكي انت؟ اي سعاده هي؟ كل القصة انه الطبول رح تدق مشان العيد. شو نسيت يا فهمان انه انا اليوم عرسي لك؟ اليوم عرسي يا مجانين. ليك اقسم بالله ما عاد احكيكم بكل حياتي. لا تتركوني لا تتركوني، مع مين بدي ارقص انا اليوم يعني؟ استنى روح شوي. يا الله دخيلك يا اخواتي، يعني نحن ما بصير نتركه لحاله. شو بدنا نعمل يعني؟ بدكم يانا نضل هيك حزينين؟ يلا يلا امشوا. يلا قوموا. يلا بورس قوموا. يلا شرفوا. أوه. شكرا كثير. دير بالك تكب فنجان القهوة تبعك مثل العادة. لكن يلا بنشرب القهوة قبل. شكرا يا أختي شكرا. يا بنات تركونا لحالنا شوي، انتوا فوتوا لجوا يلا لشوف. حاضر يا أب. احكوا لشوف عم اسمع، شو قصة هذا الشغل؟ خبروني. والله ما في هديك القصة، بس لازم نستنى ليرجع من اسطنبول. تعرف ما فينا نتحرك من دونه بهيك قصص يعني. تعرف يا عمي دوزقون انت ما بدك حدا يقول لك. ماشي، وشو راح يصير اذا ما قبل بالفكرة؟ مستحيل ما يقبل يا اخي مستحيل. اكيد. كيف يعني مستحيل؟ اسمعني يا عمي دوزقون، انت عم تحط الاحتمال السيء هيك. خلينا نتكل على الله ولا تخاف، الموضوع بسيط ما بده تعقيد. ولا تنسى حتى لو نحن عايشين باسطنبول من زمان بس منضل أولاد هاي الضيعة. لا تنسى هذا الشيء، هاي الضيعة هي الأساس. أنا والله ما فهمت شو دخل هالسيرة هاي هلأ. يعني مثل ما أنتوا عيلة محافظة وبتمشي على كلام الناس الكبار وبتحترمهم، كمان نحن نفس الشيء، نحن ماشيين على كلام أبونا. فهمت علي يعني؟ بس بتذكر أنكم ما كنتوا مقتنعين كتير قبل. ايه عادي يعني، ممكن الواحد يرجع عن رأيه ويغيره عادي، شو المشكلة بالقصة؟ انت شو عم تحكي يا كوبتاغا؟ خلص نحن رح نعوضك وندفع لك فرق، انت لا تهكل هم، لا تفكر بهالموضوع. ماشي بس كيف رح تزبطوها لهي؟ فريد بتخبره انت؟ نحن ليش اجينا لهون؟ ايه ليش اجينا لهون؟ بدنا نبيع المزارع. ايه وابي غير رأيه بسبب مشكلتك معه، بعدين قرر يبيع بعد العيد. يعني منشان ما تبيع أملاكنا لأنه رح تصير خسارة كبيرة كتير. ويعني منشان ما نخسر بأملاكنا نحنا رح نخلي أبي يتراجع عن فكرة بيع أملاكنا كلياتها. ما رح يتراجع لأنه قرر. رح نخليه يتراجع ورح يغير رأيه. البضاعة رح تضل عندك عمي دوزقون، وبعدين نحنا رح نبيع هاي البضاعة وأكيد أنت مستفاد لا تخاف. متأكد؟ ايه متأكد، لقينا مين يشتري. إذا أنت عطيتنا هاي البضاعة منبيع لك إياها بسعرك والزيادة بتكون لقلنا نحنا، موافق؟ خليني فكر شوي، إذا قلنا إيه لا إيه ممكن تمام، فيها وجهة نظر. إيه فيها. إيه بس مو يصير شغلك مع فريد لأنه هو شرح الفكرة، أنا وياه شركاء يعني إلي 50% من المصاري اللي رح تطلع لنا. إيه منيح كتير برافو، بس ديروا بالكم أنا قبلت، حطوا إيديكم بإيدي. يا رب يلا
اتكلنا على الله لكان إن شاء الله رح نتفق وتمشي أمورنا، وبتمنى نضل واسقين ببعضنا وماشي أمورنا ونضل على هداك الاتفاق مشان بنتك يا سيد دوزكون. اتفقنا؟ اتفقنا. يا ترى هدول على شو قاعدين وعم يخططوا كمان؟ أكيد في شي. والله ما بعرف يا أختي شو القصة. اتفقنا، وأنا عند وعدي يا شباب، أنا رح ساوي اللازم بس الباقي عليكم أنتو. قلت لك لا تخاف، أنا أبي كتير بيحب المصاري، حط المصاري بين إيدي ورح تلاقي مشي مثل ما بدك وأكتر. خلاص لا تحكي الهم أنت، عم قل لك عندي الموضوع أبي وبعرفه يا أخي. شبنا ما في داعي تكبر الموضوع يا أخي. أها معناتها كلنا رح نتزوج يا أختي، أنت لكوبتا قال وبيرجون لفريد وأنا لجونايد على الأغلب. لا يا ربي، أنا ما عجبتني هاي الاسمة. ليك هاي صدقت عن جد إنه رح نتزوج؟ هاي اختك جنت على فكرة، أكيد ما رح نتزوجهم. شو نحن هبلان يعني ولا ما بنفهم بالمرة؟ بالأول لازم تزوروا أبرجتكم وأنا رح أجيب لكم شي مهم كتير. تمام يلا لنشوف. بس اسكتوا اجا أبي. يلا دخلك وينه هذا الأبر؟ هون بالحديقة؟ هلأ أبر جدي أنا طلع هون بالحديقة؟ قدي أنت زلمة بارد. أنا على فكرة تعلمت منك هذا الشيء والله. ليك مين عم يحكي؟ لا إله إلا الله. قوم لنشوف قوم، وعم يتمسخر كمان. امشي قدامي لشوف امشي. ولك أنت من إمتى بتحكي معي هيك ولا فريد؟ أنا ما بنحكي معي هيك. ليش عم تقول عن أبي إنه بيحب المصاري؟ إيش عم أكذب طيب؟ ما بيصير تحكي هيك حتى لو ما كان كذب. هاد بيضل أبي. عيب عليك والله عيب، ما بيصير تحكي هيك. طيب خلص حقك علي، ما في داعي تنبحت علي هالبحتة هي. يا أخي شبك أنت، ما قالك بالعادة يعني. ليش عم بحكي معك هيك؟ كيف بدي أحكي معك؟ خلص بقى يا فريد، فرط لي إياها هي السيرة. خلصنا بقى، قلنا لك حقك علينا وهلأ خلينا نمشي. الزلمة ناطرنا، عامل لي فيها زعلان واخد على خاطرك. يا زلمة خلص روقنا وامشي، الزلمة ناطرنا، مو حلو نطول عليه أكتر من هيك. يلا نمشي. طلع طلع ليك أبر أبو لفكري، وهاد كمان كان يحب المصاري كتير، كان معه مصاري وذهب كتير، وآخر شي حطوا له أبره بالحديقة. يا زلمة تخيل. الله يسامحه. أخي فهمنا. أخي شبك عم أمزح. خلص بدال هالحكي خلينا نصلي له للزلمة، بلكي الله بيسامحه بيغفر له عن ذنوبه. الله يسامحك ويغفر لك يا رب. أنتوا سمعتوا شو قال؟ هو قال إنه العم فكري بيكون أبو لفريد. ايه صح، وكمان خالته بتكون الماس. وبغار كتير من رشاد على الماس، لاحظتوا هالشي؟ مدري شو قال عن جده لفريد، سمعتوه؟ والله في شغلات عم بتصير ما عم نفهمها. بتحسوا انه في شغلات غريبة بكوبدا قال. خلص انا رح اعرف السيرة، خلوه علي، رح افهم كل شي ولا يهمكن.